اذكر سببا يجعل الشخص يستقيل من عمله. شنو؟ استاذ التأخير في دفع راتب. خلينا نشوف. التأخير في دفع. صح صح، تأخر في الدفع في عمل يشتغل به، فيضطر الإنسان أن يترك العمل أن يستقيل. هذا مو على احتمال. خلي نشوف إذا أكو احتمال آخر تشوفه. ملاك أنت ساعات العمل الطويل. خلي نشوف ساعات العمل. خطأ. ملاك تفضل ارجعي لمكانك إذا سمحتي. يلا محمد البطل. محمد ها هاي محمد جف رأسك كبس وجاوب. جفني. جفلك طبعا. جفلك. جفلك ما سمى رأسي. انا اقول لك راح. محمد يا محمد. محمد ومحمد. محمد جاوب. انت تريد من عندك تجاوب. اذكر سببا يجعل الشخص يستقيل من عمله. شنو واحد من الاسباب؟ واحد يعني عرض افضل او راتب. عرض افضل. خلينا نشوف. عرض افضل. نعم واو، اقوى احتمال. صح صح. يعني ممكن الانسان يشتغل بمكان ينطوه مثلا 500 دولار او 1000 دولار بالشهر، يجي عرض 2000 او 3000 طبعا لازم يروح. اوكي، اذا نرجع بالسؤال الى ياسر. شنو السبب اللي يجعل الشخص يستقيل من عمله؟ مشاكل مع المدير. مشاكل مع المدير. مع المدير. مشاكل مع المدير، مع المسؤول، مع رئيس العمل. نعم، خلاف مع المدير. ورسول. ورسول انت ايش تقول؟ السؤال. ها طبعا. لا شو اريد السؤال ما سمعت السؤال. هو مو يريد السؤال، يريد الوقت حتى يفكر. ما يخالف اجي وياك. اذكر سببا يجعل الشخص يستقيل من عمله. يلا نشعل الكمبيوتر. مو بيدي. مو اني عندي شيء. بيدي. اكو شيء بيدي. وين؟ ماكو. هو الكمبيوتر. محمد. خلاف مع الزملاء في العمل. خلاف مع الزملاء في العمل. خطأ. احتمالين خطأ. محمد. راتب قليل. خلينا نشوف الراتب. نعم الراتب غير كافي. العرض الأفضل هذا شيء، والراتب غير كافي أيضا شيء آخر. يجوز واحد يبطل الراتب ما يكفي، ينتظر إلى أن يجي عرض أفضل. ما شاء الله محمد أنقذكم مرتين. ياسر آخر احتمالين وجاوبني. شنو اللي يخلي الإنسان يستقيل من عمله؟ اذكر سبب واحد وباقي احتمالين. طبيعة العمل إذا ما يعجبه. طبيعة العمل. طبيعة العمل. ثلاث أخطاء وباقي احتمالين نكتشفها يم البغداديات. إذا البغداديات إذا ما جاوبوا الجولة يأخذوها الخزرج.